من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه ورحمة للعالمين أرسله الله على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس وقرب من الأجل ودنو من الساعة، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وارض اللهم عن أصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وفي مؤسساتنا أين هذه الأخلاق
من مساجدنا ومن طرقاتنا ومن فضاءاتنا العامة التي نتردد عليها ونرتادها. أين هذه الأخلاق؟ نتحدث عن الأخلاق يا أيها الإخوة وكأننا نحدث فقط الراشدين والكبار من الرجال والنساء، بينما نغفل عن شريحة أهملناها في حياتنا التربوية، عن شريحة لم تهتم بها الحكومات ولا الدول، عن شريحة أهملها الآباء والأمهات، عن شريحة أهملها الكبار والصغار. هم أطفالنا وفلذات أكبادنا. عندما ينظر الخليل إبراهيم عليه السلام ليوصي أبناءه فيقول لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم هذا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وعندما يوصي ولده هذا الرحمن، عندما يوصي ولده في هذه الحكم البالغة والبليغة التي خلد الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ويوصيه فيقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عندما نرجع إلى الأنبياء والرسل فعلى رأسهم سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نظر إلى الغلام الذي أردفه خلفه فقال له: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال ومع الصغار؟ كيف كانت التوجيهات القرآنية تدخل وتنفذ إلى قلوب الأطفال لنربيهم التربية القرآنية والتربية الربانية؟ كيف كان سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأطفال إنما هم أمانة؟ استرعانا الله عز وجل في أطفالنا واستخلفنا الله عز وجل في أطفالنا لينظر الله عز وجل هل ضيع أم حافظ. وإن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن أبنائك وعن أهل بيتك. نحن عندما نوصي أبناءنا قد نوصيهم بالتعلم، نوصيهم بأن يأكلوا وأن يشربوا وأن يحافظوا على ملابسهم وأن يحافظوا على بيتهم وعلى غرفهم وأن يحافظوا على لعبهم وأن يحافظوا على كتبهم ودراساتهم. كل هذه الأمور هي مطلوبة، ولكن هل استطعنا أن ننصح أبناءنا وأن نربط قلوبهم بخالقهم وأن نشحن قلوبهم محبة لله عز وجل ومحبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت لكم يا أيها الإخوة والأحبة إن الإيمان بالله عز وجل ينبغي أن يكون منطلقا لهذه الأخلاق. فهل استطعنا عندنا نربي أبناءنا أن نربط هذه التربية بهذا الإيمان وأن نشحن قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استطعنا أيها الإخوة والأحبة أن نجتزئ من أوقاتنا ومن أفكارنا ومن اهتماماتنا ومن التزاماتنا ومن مهماتنا ووظائفنا؟ هل استطعنا أيها الإخوة والأحبة
يشيع على قلوب أطفالنا بهذه السير الرائعة التي خلدها لنا تاريخنا المجيد، حتى نغرسها في نفوس أطفالنا، حتى نغرسها في قلوب أبنائنا وفلذات أكبادنا، حتى يتربوا على هذا المعنى من الخلق. نحن عندما نعود لنقيم تربية أبنائنا منذ عقود ونحن نهتم بالأطفال في بلادنا عبر مناهج مختلفة، سواء اعتمدنا فيها على ذواتنا وعلى كفاءاتنا الوطنية، أو ربما اعتمدنا فيها على مناهج استوردناها من الخارج، علينا أيها الإخوة والأحبة، علينا أيها الإخوة والأحبة أن نقيم تجربتنا عبر عقود من الزمن. هل استطعنا أن نكرم أطفالنا؟ هل استطعنا أن نرضى بأطفالنا؟ هل استطعنا أن نسمو بنفوس أطفالنا اليوم؟ عندما نعود إلى فلذات أكبادنا، ولن نتحدث عن أناس في زحل أو في القمر أو في المريخ، إننا نتحدث عن فلذات أكبادنا في ديارنا وفي منازلنا. هل نحن راضون اليوم عن تربية أبنائنا؟ هل نحن اليوم راضون لما نراه من نتائج في طرقاتنا وفضاءاتنا وفي مدارسنا وفي مؤسساتنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا؟ هل نحن اليوم راضون على تربية أبنائنا وأطفالنا؟ عندما نكتشف الصدق في أطفالنا نعتبره نتيجة نجاح مربيه، عندما نلتمس في أطفالنا الأمانة نعتبرها نتيجة لنجاح المربي الذي يربيه، سواء في البيت أو في المدرسة أو في أي مؤسسة. ولكننا عندما نكتشف في أخلاق أطفالنا الكذب والخيانة، وعندما نكتشف في أخلاق أطفالنا الحسد، وعندما نكتشف في أخلاق أطفالنا حب التملك ولو على حساب أذية الأطفال الآخرين، نكتشف أن المربي سواء كان في البيت أو في غيره، نكتشف أنه قد فشل في تربية أطفالنا وفي تربية أبنائنا، وعليه لابد أن نعيد حساباتنا في تربية أطفالنا حتى لا نهمل أطفالنا. لأننا بصدق أيها الإخوة المؤمنون عندما نقول ما هو مستقبلنا اليوم إلا في أطفالنا؟ ما هو مستقبل الشعوب والمجتمعات؟ دنت أو ابتعدت؟ إن مستقبل كل مجتمع أو أمة هم أطفالها، فإذا أهملوا أطفالهم أهملوا مستقبلهم، وإذا ما استطاعوا أن يحتضنوا أطفالهم استطاعوا أن يحتضنوا مستقبلهم وأن يضمنوا مستقبلهم. ولكننا أيها الإخوة والأحبة، عندما يوجد الصدع في العلاقات بين المربي والمربى، عندما توجد ويوجد الصدع ويوجد الخلاف ويوجد إهمال بين الوالد وولده، كيف سينمو هذا الطفل؟ كيف سنخرج هذا الطفل إلى المجتمع؟ إنه طبيبك، إنه محاميك، إنه قاضيك غدا، إنه حاكمك غدا، إنه مربي أبنائك، إنه مربي لأبنائك غدا، إنه التاجر الذي سيبيعك سلعك واحتياجاتك غدا، إنه المهندس، إنه الطبيب، إنه الخطيب أيضا، إنه الإمام، إنه المعلم، إنه المدرس. فكيف نريد أن نلقى هؤلاء غدا؟ أنت اليوم عندما تذهب إلى طبيب تريد وتبحث عن طبيب أمين، وعندما تبحث عن بناء تبحث عن بناء أمين، وعندما تبحث عن مهندس تبحث عن كفء أمين، فالكفاءة ضرورة ولا نكتفي بها.
فلا بد بالإضافة إلى الكفاءة لا بد من الأخلاق. كفر، ولكنه يغش ويعرف كيف يغش. وهذه اليوم هي من المصائب التي تعيشها أمتنا اليوم. اليوم يحار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن طبيب، يحار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن فني في أي مشاهد من المشاريع، كهرباء، مياه، سباكة، أي شيء، يبحث الإنسان ولا يكاد يجد. مش معناتها انقطع الخير، أبدا موجود عنده الخير، ولكنه قليل قليل، لأنه إنتاج لتربية الأطفال عندما كانوا صغارا. علاش اليوم احنا عندما ننادي بأعلى أصواتنا لا بد من الإنفاق على أطفالنا بسخاء، لا بد من الإنفاق على أطفالنا بسخاء. الإنفاق عمرك ما تنظر على أنه مال، على أنه كساء، على أنه طعام ولباس، على أنه مركوب. الإنفاق ما هوش مسؤولية الأب فقط، والإنفاق ما هوش مسؤولية الأم فقط، والإنفاق ما هوش مسؤولية الشقيق الأكبر. الإنفاق إنما هو مسؤولية سلسلة من المؤسسات في المجتمع. لما نقول عن وزارة التربية، لما نقول عن وزارة الشؤون الدينية، لما نقول عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لما نقول عن وزارة المرأة والطفولة، لما نقول عن وزارة الشباب والرياضة، عندما نتحدث عن سلسلة من المؤسسات، كان يجب على هؤلاء جميعا أن ينفقوا بسخاء على أطفالنا في مؤسساتهم التربوية، وأن يرعوهم حق الرعاية. الطفل اليوم عندما يدخل إلى المؤسسة، عندما يدخل يحب يخرج. أعلاش؟ لأن المؤسسة فقيرة، المؤسسة فيها برد، فيها قر عند الشتاء، وفيها حر عند الصيف، يحب يهرب. ما فماش الإمكانيات اللي تخلي الطفل يتجد في هذه المؤسسات حتى تتعلق، وتتعلق قلوبهم بهذه المؤسسات ويحب يتعلم. الصغير اليوم ونحن نعول على أطفالنا باعتبارهم مستقبل هذه الأمة، مستقبل هذه الشعوب. الطفل لما يكون في حالة القر وفي حالة الحر لا يفكر في التعلم، يفكر وقت الشغل. الطفل اليوم لما لا نهتم بتعليمه وشحنه بالروحانيات بمحبة الله عز وجل وبمحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا القدوة والأسوة الحسنة الذي علمهم أن العلم نور، الذي علمهم أن طلب العلم فريضة، عندما لا يعلق قلوبهم بهذه الأسوة وبهذه القدوة، الطفل ما يتشدش برشا في مؤسساته التربوية. الطفل اليوم عندما لا نوفر له وسائل الترفيه في هذه المؤسسات، ونحن نجد كثيرا من هذه المؤسسات فقيرة من هذه الناحية، أتساءل عن كل هذه الوزارات أين هي من أجل أن تدعم هذه المؤسسات التربوية حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من أطفالنا اليوم اللي نعتبرهم وما زلنا نعتبرهم مستقبلنا. شريحة من الشرائح التي أهملناها جملة وتفصيلا وهم جزء منا، هم أبناؤنا وفلذات أحبابنا، هما اللي نسميهم احنا فاقد السمع، الصم والبكم، خلينا نقولوها هكا بالعامية، رغم أبنائنا وأولادنا، شنو حالهم اليوم في المؤسسات التربوية؟ ماذا استطعنا أن نقدم لهذه الشريحة من هذا المجتمع العزيز؟ ماذا استطعنا أن نقدم لهم؟ انظروا ونحن في مساجدنا، وين هما؟ ينجموا يستفادوا مني اليوم؟ يستفادوا من أي خطيب؟ من أي محاضرة؟ نعم، وزارة الشؤون الدينية وهي مشهورة فكرت في هذا المشروع، وهي لم توزع على بعض المساجد الكبرى في هذه البلاد الطيبة هذه الشاشة الترجمة بالحركات من أجل إفادة هذه الشريحة، ولكن دعوني أتساءل عن أطفالنا من
واربعين الف فاقد السمع. وين احنا من هذه الشريحه؟ في مؤسساتنا التربويه، المؤسسه التربويه مانيش باش نحط اليوم المسؤوليه فقط على وزاره التربيه والتعليم، انما هي مسؤوليه جماعيه تهم كثيرا من الوزارات التي ذكرتها وغيرها من المؤسسات ومن الهيئات ومن المنظمات التي تعمل على انجاح هذه الطفوله حتى تكون طفوله صالحه، طفوله نعلمها القيم، الطفوله نعلمها ان لهم ربا رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، ان لهم ربا عدلا عز وجل، ان عندهم رب سبحانه وتعالى كريم، نعلمهم ان عندهم قدوه اللي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يعرفون عن قدوتهم؟ وماذا يعرفون عن اسرتهم عليه الصلاه والسلام؟ احنا اليوم في معاملاتنا مع اطفالنا في بيوتاتنا وفي منازلنا احنا ما زلنا قاسيين شويه. هكا باش ما نقولش برشا. اليوم عندنا صمت عندما يناقشنا ولدنا. ما نعطيوهاش الفرصه اليوم باش اولادنا واطفالنا يسالونا. نجعلوا بيننا وبينهم هك الحاجز، هك العائق، هك العقبه الكبرى. ما يسالش بوك، انا تاعك، ما عنديش وقت. اسال امك، اختارني توا. وهو يريد ان يسال. يخرج الطفل الصغير لا يعرف السؤال فضلا انه لا يعرف الجواب. شوف اليوم لو نعمل سبب للاراء نخرج برا في الشوارع بتاعنا وانهجنا ومؤسساتنا ونسال اطفالنا. انا مره من المرات اطلعت على مقطع من فيديو يسالوا في اولادنا عن الامين جبريل عليه السلام. نسبه كبيره لا يعرفون الامين جبريل عليه السلام. يسالوهم شو الامين جبريل؟ رسول، قائد. كل واحد يجاوب عن الامين جبريل عليه السلام. لو سالنا اطفالنا عن امهات المؤمنين شكون هما؟ ايش باش يجاوبونا؟ لو سالنا ابنائنا اليوم عن اسماء الانبياء والرسل اللي ذكروا في القران ايش باش يجاوبونا؟ لو سالنا ابنائنا اليوم عن الصحابه وعن المبشرين بالجنه ايش باش يجاوبونا اليوم ابنائنا؟ ما اعطيناهم حتى شيء. خليناهم فارغين خاويين الوفاض، ما عندهم حتى زاد. اذا لابد ان نعيد لابنائنا ثقافتهم، ان نعيد لاطفالنا دينهم. يا بني ان الله اصطفى لكم هذا الدين، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خلينا نعرفهم على دينهم، جماليه دينهم، وسطيه دينهم، اعتدال دينهم. عندما ما علمهمش هذا ترباوا على الانحراف نحو اليمين او نحو الشمال. علمناهم من غير ما نشعر التطرف في حياتهم. اما يكرهوا فرد المره واما يحبوا فرد المره. اما ياخذوا كل شيء فرد مره والا يتركونه جمله وتفصيلا. ما علمناهمش المرحليه، ما علمناهمش الدؤاب، ما علمناهمش بشويه بشويه. لذلك لا استغرب ابدا عندما ياتي احد الشباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نتعلم رسول الله عليه الصلاه والسلام. ياتيه احد الشباب ليسال النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: اتدرون عما سيساله؟ يا رسول الله إني أريد الزنا. كيف استطاع أن يقف أمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليسأله عن رغبته، ليسأله عن رغبته الملحة؟ لأنه كان يعلم أن صدر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يسع الوجود كله. ما صدوش، ما نهروش، قعد يحكي معاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية يرويها الإمام أحمد رضي الله عنه، يقول فيها: يقول هذا الصحابي الجليل: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من
إلي من الزنا، وقد خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شيء أبغض إلي من الزنا. كيف رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عمرك ما تنهر ولدك، عمرك ما تنهر ولدك، خلي صدرك يسع، هذا فلذة كبدك، هذا ولدك، هذا مستقبلك أنت ومستقبل أسرتك، ما تنهروش، ما تصدوش، اسمعوا، اسمع ولدك، اقعد معاه، صبر روحك شوية. أنت ساعات إنسان يكون جلف في الطريق وتصبر عليه، اليوم ولدك أنت ما تصبرش عليه، شوف واش يحب، خليه يفرغ، ما تخليهش يتشحن بهذا الصد وبهذه الصدود. راهو يكبر هذا الطفل وتولي عنده انفعالات وردود فعل خطيرة على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وهناك التطفيف في الكيل، وهناك
هناك رفع في الأسعار، ساعات الإنسان يتصرف من عندياته يرفع الأسعار ويغلي ويستغل الأوضاع ويغلي على المواطن البسيط. المواطن هو أخوه، المواطن هو أخته، المواطن هو زوجته، هو زوجه. إذا نحن بهذا الخلق عندما يهترئ وعندما يضعف هذه النتائج التي تسبب فينا هذا الاحتقان، لابد أن نصطلح مع أنفسنا، لابد أن نصطلح مع خالقنا عز وجل، لابد أن ننمي فينا هذا الخلق، لابد كما قال الحق عز وجل قد أفلح من زكاها، أن تنمي فيك خلق الصدق، خلق الأمانة، خلق المحبة الخير، خلق العبادة لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه هي لك ولنا فيها صلاح الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، والف بين قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، وانصرهم يا ربنا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نتوسل بك اليك، ونتوسل باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، الا امنت اوطاننا وسائر اوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بهما غير ذلك فاجعل اللهم كيده في نحره، واشركه بنفسه يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اكفنا شر الحاقدين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اكفنا شر الحاسدين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اكفنا شر المنافقين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.